الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ها نحن قد وصلنا إلى نهاية المطاف مع هذه الرحلة النيرة، مع هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي أعطر سيرة عرفتها البشرية وأنقى مسيرة حصلت على هذا الكون. هذا اليوم ومع الدرس 30 الذي نختم به سلسلة هذه الدروس التي دامت عدة سنوات، هذا الدرس يتعلق بأصعب يوم مر على أمة الإسلام. إنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، الذي فقدت فيه الأمة، بل فقدت البشرية نور وقمر كان يضيء هذا الكون، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عاش 63 سنة، قضى منها 40 قبل النبوة و13 في مكة، وفي نهاية السنة العاشرة وتحديدا بعد حجة الوداع في السنة العاشرة رجع إلى المدينة، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به وجعه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة في يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم. وكثيرا ما كان يعتريه مثل هذا الصداع، لكنه في هذه المرة كان صداعا شديدا، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. وفي هذه المدة كان الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه عليه بقوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة رضي الله عنها خشيت أن يكون مقام أبيها الصديق في وقت يكون نهايته حزن وألم، فيتشاءم الناس بهذا الصديق، فكأنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف غيره، ولكن وفي إشارة أنه أفضل الأمة والخليفة من بعده، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صويحبات يوسف. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تأثير المرض، وربما حصل له في بعض الأحيان شيء من النشاط حتى كانت الحمى وهي الحرارة تشتد به فتسكب عليه القرب لعله ينشط فيخرج الناس.
وفي ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، وقيل إنه الثاني عشر من هذا الشهر، اشتد به المرض وكان ممرضا في بيت عائشة رضي الله عنها. ولعل هذا من الكرامة لعائشة رضي الله عنها، وخرجت روحه صلى الله عليه وسلم وهو مسند رأسه إلى صدر عائشة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجون أن يصح من مرضه ومما نزل به، ولكن قدر الله كان أسبق. ولذا كان قبل تلك الأيام جلس يوما على المنبر قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكأن القصة لدى الصحابة حكاية لحال شخص آخر. أما أبا بكر رضي الله عنه فأدرك هذه الإشارة فبكى، وتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من بكائه، وكان لهذه النهاية مقدمات، ومن هذه المقدمات أن الله أنزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعي إليه أجله، وهذا المرض الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أسبابه ذلك السم الذي تناوله في غزوة خيبر، لما اليهودية سمت له لحما وقدمته له، فلما نهس منه نهسة أخبره جبريل أنه مسموم فلفظه، لكن السم مضى إلى جسده. توفي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، وجاء أبو بكر رضي الله عنه من منزله بأطراف المدينة وتوجه إلى بيت عائشة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، فوجده قد سجي بثوب، وكشف عنه الثوب وقبله في جبينه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج إلى الناس، وكان الناس في هرج، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ويتهدد
من يشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فهذا عمر رضي الله عنه مع قوة قلبه ورباطة جاشه لم يتحمل هذا الخبر وصدمته وألمه حتى أفقده معرفة الواقع. خرج أبو بكر رضي الله عنه بما عرف عنه من قوة وثبات، فطلب من عمر أن ينصت وأن يسكت، لكن عمر رضي الله عنه مضى في كلامه، فصعد المنبر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فما أن سمعها المسلمون حتى أدركوا هذه الحقيقة وأظلمت المدينة وعمها حزن كبير. وبلا شك أن هذا الموت هو حزن يتجدد في تاريخ الأمة، لأن الأمة بوفاته صلى الله عليه وسلم فقدت نزول الوحي، وفقدت صمام أمان لها في هذه الحياة. تولى غسله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أقرب الناس إليه، العباس وعلي والفضل ابن عباس ومن معهم من الصحابة من غلمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر في أو قبل قبره صلي عليه في بيت عائشة على خلاف ما كان يحصل لغيره من المسلمين. وكان الصحابة يدخلون عليه أرسالا، يعني جماعات، كل يصلي عليه مجموعة، لأن بيت عائشة الصغير فيصلي عليه مجموعة ثم يغادرون ويأتي المجموعة التي بعدها فيصلون عليه صلى الله عليه وسلم. ثم دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، لأن الأنبياء يقبرون حيث يموتون وليسوا حالهم كحال بقية الأمة، لأن بقية الأمة يقبرون في موضع خاص وهي المقابر، لكن الأنبياء لهم هذه الخصيصة أنهم يقبرون حيث يموتون. ولذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في مساء يوم أو ليلة الثلاثاء 13 من ربيع الأول لسنة 11 من الهجرة النبوية صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن الأمة خيرا على ما قدم لها من خير ونفع وبركة، ومن ذلك هذه الرسالة العظيمة وهذا الدين القويم الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن لنا ولكم الخاتمة في الدنيا والآخرة، وأن يلحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبعباده الصالحين غير خزايا ولا مفتونين،
وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم بالتوفيق، وأن يوفق قادتهم، وأن يوفقهم لتحكيم شرعه والعمل بسنة نبيه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.